بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم التعليمي الجديد وسائل التكنولوجيا والتعليم، حيث نتطرق هذا اليوم إلى تسليط الضوء على أفضل البرامج التعليمية المتوفرة في عالم الإنترنت. يوجد العديد من البرامج التعليمية المتاحة على شبكة الإنترنت، لكننا اخترنا واحدة من أفضل تلك البرامج التعليمية، وهو برنامج عصافير التعليمي. فهيا بنا لنتعرف على هذا البرنامج. يتميز موقع عصافير التعليمي بأنه سهل الاستخدام، وكذلك يتميز ببساطة التصميم والخط الواضح والألوان المريحة لعين المتعلم. عندما نفتح البرنامج نشاهد في أعلى الشاشة كلمة مبتدئ، متوسط، متقن، متقدم، ثم الكل، ويقصد بهم مستوى المتعلم. إن كان في المرحلة الأولى من مستوى التعليم نختار مستوى مبتدئ، إن كان في الصف الثاني أو الثالث نختار مستوى متوسط، وهكذا. ويختلف محتوى البرنامج باختلاف المستوى المختار. أولا نختار مستوى مبتدئ، وفي كل مستوى نجد كلمة اقرأ، ارسم، العب، اسمع. في أيقونة اقرأ نجد العديد من القصص البسيطة والمحببة لهذا المستوى، حيث سهولة المفردات والعديد من الرسومات التوضيحية، وفيه يتعلم الطفل على أفراد الأسرة، وكذلك يتعلم على العديد من الحروف الأبجدية كالألف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء. نختار على سبيل المثال كتاب الأضداد، كل شيء وعكسه. في كتاب الأضداد نجد هناك كل كلمة وعكسها، مثلا كلمة طويل عكسها قصير، سريع وبطيء، تحت وفوق، نظيف متسخ، كبير وصغير. وتوجد أيقونة هذه أسرتي، وفي هذه الأيقونة يتعلم الطفل على أفراد الأسرة. هذا أنا، هذه أختي، هذا هو أخي، هذه أمي، هذا هو أبي، هذا هو جدي، هذه جدتي، هذه أسرتي. النهاية. وكذلك نجد أيقونة ألف باء تاء. أنا أرنب أبيض، أحب كل لون يبدأ بحرف الألف. وهنا تجد الكلمات المتعلقة بحرف الألف. ننتقل الآن إلى أيقونة أرسم. نجد في أيقونة أرسم العديد من النماذج التي تخلو من الألوان، يختار المتعلم واحدة منها. على سبيل المثال هذا النموذج، ويختار الطالب ألوان مناسبة لهذا النموذج. ننتقل الآن إلى أيقونة العب. في أيقونة العب نجد العديد من الألعاب الهادفة التي توضح للمتعلم الأشكال المتطابقة والمختلفة والاختلاف في الأحجام الكبيرة والصغيرة. وعلى سبيل المثال نختار هذه الأيقونة، أوراق عمل مطبوعة ما قبل المدرسة، أوراق عمل الأشكال المتطابقة والمختلفة الكبيرة والصغيرة، أوراق عمل الأنماط وهي الأشكال الهندسية، يتعلم الطالب على الأشكال الهندسية. وإلى الأيقونة الأخيرة وهي أيقونة اسمع، وبها العديد من الوسائط التعليمية والمسموعة كأغاني الأشكال والألوان والحروف الأبجدية المغناة بالعربية الفصحى، مثلا أغنية الأشكال، أغنية الألوان، الحروف الأبجدية مغناة بالفصحى، شهور السنة باللهجة المصرية،
الحروف الأبجدية باللهجة المصرية: الأيام، الأسبوع، الوقت، شهور، السنة. وهكذا ترتيب المستويات من المبتدئ، متوسط، متقدم، متقن، ثم الكل. يختار الطالب المستوى المناسب لهذا للفئة العمرية. وتعتمد عصافير في تصنيفها للكتب تصنيف عربي 21 الصادر عن مؤسسة الفكر العربي. يرتب التصنيف القصصي وفقا لصعوبة قراءتها باستخدام الترتيب: أبجد، هوز، حطي، كلمة. هذا التصنيف معني بمستويات الصعوبة في القراءة. وفي النهاية يمكن للمعلم وولي الأمر الاشتراك في هذا الموقع ليكونوا أعضاء في هذا البرنامج ويطلعوا على كل ما هو جديد ومفيد. وإلى هنا ننتهي من شرح هذا البرنامج، وأرجو أن أكون قد وفقت بالشرح وإيصال المعلومة بشكل صحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.